جميلة. أنا سعيد سعادة غامرة. استني السلك بتاعها بس. أنا بس الناس الحلوة دي عايزة أحكيكوا على كوتش. هاتي السلك بتاعتي دي يا زين. استنوا عليا شويه. خدي خدي السلك بتاعها. على فكره انا شفتش الحاله دي. الحاله بتاع امينه. والنبي انت فايقه. طب استني يا نادي. ثانيه واحده يا زاد. احجزي لي اتنين، واحده لامي واحده لحماتي. مش ملحقه عليك. انا كنت طالبه ايه يا زاد؟ ثانيه واحده. طالبه واحده وعايزه واحده دلوقتي. ناديه استنوا بس. انا عايزه واحده. استني هاتي. وبصي انا هحجز واحده لخالتي بس مش هدفع كله دلوقتي. دي بتاعتك اهي. خديها خديها. عايزه بص السلك مظبوط على واحد. استنى السلك مش بتاع الحله دي. يوه يا زاد اسمعيني، انا عايزه حله واحده وفلوسي كلها جاهزه. انا عايزه حله عشان بجهز. انت عارفه انا مستنيه الراجل الموعود. ماشي يا حبيبتي. حاضر هجيبها لك في الدفعه الجايه. انا عايزه واحده. عايزه واحده. ده عربون. ده 5 جنيه يا ماشي. اما تيجي بديك ال 20. طب استني لازم اكتب حنسه كده. همك 20 جنيه. بقول انا عايزه ياخدش 4 حلل. واحده ليا واحده لامي وواحده لحماتي واحده لاخت جوزي. انا عايزه واحده احط السم عينيها في الحلل بتاعتي. ماشي بس انا بقى مش هدفع في الحلل. لا بقول لك ايه يا عواطف. لا اجري ايه يا زاد؟ انا واخده 4 حتت وانا واخده حته واحده. وبعدين هو لازم تكسبي مني. امسكي دول 60 جنيه. مفيش فصال يا عواطف. لا انا بفاصل. انا عمال اشتغل معاكي وطلع لا خدي فلوس. لا بقول لك ايه يا زاد؟ احنا هنخسر بعد على 5 جنيه في الحته. لا والله العظيم ابدا. الله في ايه؟ عيب. اكتبي بس قايلتي ب 25 جنيه. مفيش كلام. خلاص هناخد ما فيش عواطف. الله عمال اكتبي بقى. اكتبي معاك. اكتبي عشان انت ما تنسينيش. انا خدت حل. نسيت. ومين خد ايه؟ انا خدت حل اهو ودفعت لك الفلوس دلوقتي. اهي هي دي فلوس. وانا خدت حل. حل تكل 4 حلل زي ما طلبت. بجد اسكتي يا زاد. حماتي مفكراني بضحك عليها كل شويه تقول لي يا اختي فين الحله اللي قلتي عليها اللي بتسوي الفرخه في ربع ساعه. عايزه 2 كمان. واحده لام رشا وواحده لام رندا. جيراني لما قلت لهم ما صدقوش نفسهم. دول ب20 زي ما اتفقنا. طبعا طبعا. والتانيين يا زاد زيهم؟ لا هديهم لك ب15. ان شاء الله يخليكي. مش خاطرك بس بقول لك ايه، مش هجيب سيره لحد بس هنحسب كله على 15. خدي بقى بقيت فلوسك اهي. اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي الحله بتاعتك. انا عايزه فلوس. ايه ده ليه؟ يا عواطف اول ما جيت احط الفيشه راحت هبه في وشي. بقى اعمل زي وش جمالات زايد في فيلم تصر طاقيه لخفه في اخر مشهد. يا خراشي ده تاري ب 15 جنيه وما تجيبيش سيره لحد. هغيرها لك. اديها لك ب 15. بقول لك ايه، انا الفاتحه عندي يا حبيبتي ليله الاصل وانت عارفاني انا واطشه ماليش لا عزيز ولا غالي. بيني وبينك الاسم. فلوسي يا حبيبتي. بس ما تقولوش لحد. ده انت سرك في ميكروفون عيل. ده المبنى كله بكره هيعرف. بتضحكي علينا يا زاد واحنا زملاء واكلين عيش وملح مع بعض يا زاد. ايه شكلكم جاي لنا بخبر اسود؟ في ايه؟ حد فيك فاضي؟ معانا خبر زي الزفت على الصبح. ايه هو؟ الكنيسة اعلن القدس عاصمه لاسرائيل. وانت بتلعبي في الحلل يا عواطف. الله جرى ايه يا سي منير؟ انت شايفني يا اخويا جلدمائيل قدامك ولا مش شايف ديان؟ انت كل نصيبه تلبسها العواطف. تعالي يا منتره الحلل اتفضلي نشتغل. نشتغل في الزفت ده. مش عامل حاجه. احسن برضه يا اختي. ده انتوا دخلتكم علينا سودا. في ايه يا منير؟ ما بقتش عارفه بعيط على ايه. على القدس اللي راحت ولا على مشروع الحلل اللي باظ ولا على البنات اللي رميهم للنار عند الجيران ولا على نفسي.